السلام عليكم، معكم اليوم ماكو او كابتن ماتس. اليوم معكم فيديو جديد يا جماعة. فاليوم يا جماعة عندنا ماستر ليج الحلقة الثالثة. اوكي، فأول شيء اخيرا انا ركبت اوبشن فايلات، فانا ركبت اوبشن فايلات يعني انتو تختارون اي فريق انا ادرب. اول شيء سلسلة الانتر بتستمر في القناة، و ايضا عندي سلسلة بتكون جديدة لما ينزل اوبشن فايل ديل ماتي، سلسلة ثانية من كذا اسطورة وهي سلسلة حارس ماكو. هالسلسلة سويناها في 2018، حصلت اقبال كبير بس انا وقفتها بحلقتين بس هالمرة بتكون سلسلة دايما، يعني في حال دعمكم يعني. فاول شيء عدنا اليوم بارد اتلانتا وليتشي، ها ما ادري ايش اسمه الفريق، ليتشي او ليسي انا ما ادري، لعب ضد شختا دونيتسك وكالياري، ممكن نلعب الكاس ضد هذا الفريق. ويقول قبلكم يا حاليا، واو ما شاء الله تينا عروض ونحن مخلصين سوق الانتقالات من زمان. حاليا عنا 500 مليون. فالناس اللي يقولوا لي اشتري لاعبين الخاص، انا بشتري لاعبين الخاص لما يكون عندنا 100 مليون بس. اوكي، بشتري لاعبين الخاص. بعدين ثاني شيء، في واحد في الكومنتات قال لي اشتري ديبالا واشتري كانتي. ايش كانتي انتقل ريال مدريد، يعني ما نقدر نشتري، يعني اتوقع لين سوق الانتقالات الجاي. و اصلا هذا هو ديبالا موجود عندنا، وايضا موجود عندنا ساني. انا يعني ليش انا كل مره انسى اسوي سيف؟ يا يعني هالشي غريب. انا ما سويت سيف الحلقة اللي طافت ما اشتريت ثاني، ما سويت سيف هالحلقة اشتريت ثاني، يعني بصراحة الشي غريب يعني شوي. فما اتوقع ان عندنا كاتسين، هي عندنا كاتسين حاليا استحدث فصل ثالث. اوكي هم يبغوننا نستمر في الفوز اكثر من 3 مباريات. حاليا عندنا ضد اتلانتا مو فيورنتينا. اوكي، فاهم. حاليا انا بلعب لعب جديد يعني. اوكي، تبغي مو بجاهز، خلنا ندخل كوتينو. اوكي، كوتينو بيلعب مباراة له جدا جميل. خلنا ندخل اسامو و ديبالا وساني بنلعبهم في المباراة الجاية. يلا خلينا ندخل. اوكي، دخل ضيط الملعب. طابت اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقة المباراة يبدو ان كل شيء مثالي هنا من اجل مباراة كرة قدم ممتعة، لان الاجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرج. مسافة بين يمروا يلعب كرة بينية، وصلت إليه نيمار وكتسديدة لدخلوي ستيرلينج، ونجح في تسجيل هدف الأول في المباراة. أول 1-0، جميل 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 جدا. هي فائدة التدريبات على ستيرلينج، عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. أوه حلو، بيني من تياغو وعقب من مبابي، والتسديدة من نيمار استدت وبدت لرحيم ستيرلينج اللي سجل الهدف المناسب. أداء رائع جدا من المدافع، يلعبها لمنطقة الخطر والتسديد هدف.
تحرك في منتهى الروعة، راوغ المدافعين وكأنه لا يرى أحدا في طريقه. بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. كوتينو الهدف الثاني، الهدف الثاني، كوتينو يسجل أول هدف له. هدف لا يمكن أن تلوم في حارس المرمى، جميل 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 اللي لم ينجح في رؤية الكرة. تمام، نيمار عاد لتياغو وكوتينو ثلاث، يعني ساهموا اللي ساهموا في الهدف ثلاثة. هذه لكن برازيل سامبا يسجل يساعد المنتخب تسجيل الثاني على اتلانتا. اوكي، متفوقون بفارق هدف وحيد. انتهى الشوط الاول 2-1، تنطلق صافرة النهاية ونهاية الشوط الاول. في هذه الاثناء مع ايضا مع اجراء تغيير، انطلاقة من جهة اليمين، كوتينيو يحاول تمريرها من بيت مبابي، مبابي الهدف الثالث، الهدف الثالث يسجل مبابي الهدف الثالث بمسرح البيت. جميل جميل، لم يكن لها الا الشباك. اوكي، شوف الكار ستيرلينج لعبها لكوتينو، كوتينو يصنع السحر في هذه المباراة. كوتينو يسجل هدف، يصنع هدف للحارس. اوكي، تنتهي المباراة 3-1. لقد فعلوها، انتصار مدهش، اداء كبير، كوتينو مستوى غير عادي، ليلة غير عادية. اعتقد انه الكثير من اللاعبين سيصابون بالارهاق بعد تلك المباراة، لكن رغبة الفوز الحمد لله. اوكي، فزنا 3-1 في البداية، فازوا وأودينيزي فازوا، يعني غلبين يوفي كبير، يوفي فازوا على نابولي وما فازوا. اوكي، نحن لحد الحين فزنا بكم بايرن مع روما، روما يعني اتوقع انهم لاعبين ممتازين يعني بصراحة. فبلعب ضد هذا الفريق، اتوقع ان هالفريق سهل. لو هو هالفريق سهل بنلعب سكرانيال غير جاهز، وديفريج غير جاهز، بس عندنا واحد اسمه نولان يلعب وهو جاهز. بكل اختصار، انت شو فيك يا ديبالا؟ ديبالا مو ما يبغى يلعب، بيرسيج مو جاهز، خير حط نيمار يلعب في هذا المركز، حطه اساس. و عندنا نينجا نايجولان في الاحتياط بدلا من بوبا. ندخل وإن شاء الله نفوز على ملعبنا وبيجمعونا الكرام في كل مكان. موعدنا اليوم مع مباراة غير عادية، ونحن معكم الآن في تغطية حية مباشرة من قلب الحدث، حيث الحضور الجماهير الكبير، وفرة النجوم. هيكا هيكا البينية الحلوة، مبابي مبابي الهدف الأول، الهدف الأول مبابي، مبابي يسجل الهدف الأول. 1-0 لمصلحة فريقنا، جميل. أوكي، شوف الكرة البينية من ساني، والبينية الحلوة من نيمار، والتسديدة من مبابي، الهدف الأول، جميل. دي بروين هيكا ساني الهدف الثاني، الهدف الثاني
ساني يسجل أول هدف له مع الفريق. جميل جميل جميل. شوف الكرة البينية عادت لدي بروين، دي بروين بني إلى ساني، ساني التسديدة يسجل الهدف الثاني 2-0. جميل. عارضة عادت لهم، كانت تسديدة كاملة الحارس. تنتهي المباراة 2-0. جميل جميل جميل. اوكي فمتزلة 2-0، 4 شوطات على المرمى، ساني ومبابي سجل هدفين، و أداء خرافي من الرباعي دي بروين، ساني ونيمار ومبابي. ثنائي بي اس جي وثنائي سيتي في الوقت الحالي. اوكي ف روما تعادلوا. جدا جميل 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 جميل. فنحن حاليا في المركز الثاني او الاول، فنحن نبتعد عنهم. فحاليا عندنا الشامبيونز ليج، هالمرة بتلعب انت يا دي بروين. دي بروين نحط بدال كوتينو، دي بالا نلعب بدال اتوقع بنلعب مهاجم، نحط اس اس مبابي نحطه فوق هني، و لاعب وسري بحطه فوق. كذي بيكون تنظيم؟ لا بحط إيكاردي بدل كيتابيلدي. يلا خلينا ندخل نلعب المباراة. اوكي دخل ضيط الملعب شخطة دونستك ضد الانتر في هذه المباراة، وهذا هذا حاسن الشخطة وهذا كيميتش. فم يلا 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 خلينا نلعب احسن. ويبقى هدف هدف سجلوا هدف علينا. كوتينو تسديدة مرة ثانية، ديبالا جميل 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 جدا. رجع الكرة يا ديبالا. اوكي جميل حلو حلو. ديبالا يسجل اول هدف له ايضا. شوف الكرة كوتينو كتير تسديدة، وديبالا مرة ثانية يسجل الهدف تعادل. اوكي لك عادة توقع ان بنتي المباراة انها المباراة. فم 1-1 لعبهم كاجم بالاضافة لديبالا، فم لا نزال في الصدارة. اوكي جميل جدا. فم انا لازم ازيد الوقت يعني بصراحة، يعني ما في وقت يعني في اوكي. فما حغينا وقت، خلينا 10 دقائق. اوكي اوكي كوتينو زادت طاقته وديلخت ومساني وباقي اللاعبين من الأكاديمية، وتياغو قلت طاقته.
في عرض لبرجا باليرو اتوقع. خلينا نروح لآخر مباراة في الحلقة ضد كالياري. يلا عشان ماما بجهز، حتى كاتينو ما بجهز. ساني أوكي آخر دخل ساني آخر مهاجم ديبالا. بس حسنا نقول ان بيلعب امبار، هي بيلعب امبار. يلا نروح لامبار وان شاء الله تفوز. اوكي دخل ارضية الملعب كالياري ضد الانتر في هذه المباراة. يلا 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 دي بروين يسجل الهدف الاول. 1-0 1-0 يسجل دي بروين الهدف الاول لمصلحة فريقنا. جميل جميل جدا. اوكي شوف الكرة من دي بروين بيني الناينجولان، ناينجولان بيني الدي بروين، وايضا دي بروين يحط الكرة في المرمى. اوكي ستيرلينج العظيم لك عبدك ما فعل. هكا عاد بوجبا تسديد الهدف الثاني، الهدف الثاني بوجبا يسجل الهدف الثاني. جميل جدا جميل جدا جميل جدا. اوكي شوف الكرة، شوف الكرة، بوجبا تسديدة في الشباك، في الشباك. اوكي شوف بوجبا تسديدة من خارج منطقة الجزاء يحطها في الشباك. وكا دي بروين يسجل الثالث. 3-0 3-0 كل اختصار. اوكي يلا وكا ناينجولان 3 اهداف 3 اهداف من خارج منطقة الجزاء. 4-0 اوكي اوكي وايكارد تسديد ايكاردي لكن صدى الحارس وتنتهي المباراة 4-0. اوكي يلا فازنا 4-0 وانتم في الصدارة. حبيبي انتم في الصدارة شوي. يلا اللي بعده
عندنا هامبال لتتبول المباراة في الكاس. أتوقع في كاتين. في كاتين. بيقول عن تدوير اللاعبين. أوكي. أتوقع أن إلى هنا وصلت المقطع. أتمنى تستمتعوا. لا تنسوا لايك سبسكرايب والجاز. كان معكم ماركو. السلام.